هل من أتى امرأة أجنبية كافرة في دبرها يصيب أصاب حد الزنا؟ طبعا لو 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 هناك تطبيق للشرع يرجى إن كان محصنا. طبعا يصيب حد الزنا عند عند الجماهير في دبرها أيا كان. الدبر حكمه مثل حكم الفرج في الحدود، إلا أن بعض الفقهاء يقول في مسألة فعل قوم لوط أقوالا أخرى، منهم من يقول يقتل الفاعل والمفعول، ومنهم من يقول يرفع إلى أعلى شاهق ويرمى من الأعلى شاهق ويتبع بالأحجار، ومنهم من يقول حكمه حكم الزاني سواء بسواء بكرا كان أو ثيبا. سواء بكرا أو ثيبا. أيوة نعم. فالله دائما إن الله ينتقم من الأمريكان، هذا الأمريكي الخبيث الذي خرج يقول بكل وقاحة وبكل يعني نزل الحياء إن دولته أمريكا أصبحت دولة مثلية، ويقول أقولها بكل وضوح الله يعجل بزواله وزوال من يقرونه على هذا. أيضا هذا الباب الذي برضو قد لبس علم المثليين عليهم الله ما يستحق. مسلم يقول كذا؟ لا اظن ان البابا اللي هو بتاع اوروبا كلهم كفار يا اخي. هؤلاء كلهم كفار عياذا بالله. واسال النصارى هل دين النصرانيه يجوز هذا؟ اسال اليهود هل دين اليهود يجوز هذا؟ لا والله ما في اي شرعه نزلت من عند الله شرعه تجوز هذا ابدا، ما في اي شرعه ابدا. بدل الفطره والله يا شيخ مصطفى، بدل الفطره. الحمد لله الذي نجانا منه. بئست أمريكا وبئس السعاة إليها. السلام عليكم.